اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يلا ناكل. اليوم راح اورجيكم كيف بحضر اربع انواع من المقبلات، خليكم معي. هلا قبل ما نبلش خليني اقول لكم انه للاسف هي فعليا راح تكون ثلاث وصفات بس، لانه الوصفه الرابعه اللي هي سلطه المشاوي للاسف تصويرها كان فيه مشاكل كثير. طيب هلا خلونا نبلش بالوصفه الاولى لليوم واللي هي متبل البتنجان. اول شيء راح نعمله قبل ما نشوي البتنجان، احنا محتاجين نخزقه عشان المي اللي فيه لما تتبخر ما تخلي البتنجانة نفسها تفقع. وهلأ بعد ما شوينا البتنجانة خليني أورجيكم كيف حضرت المتبل. أنا شخصياً بني آدم بحياتي ما كنت أكل المتبل لأني شخص ما بحب البتنجان بالمرة، بس اكتشفت أنه صراحة فايتني كثير. طيب هون عنا البتنجانة مشوية، راح نقشرها زي ما أنتم شايفين. طبعاً إذا مطبوخة مظبوط ما في أسهل من تقشيرها. فرمها ملح، حدود معلقتين كبار طحنية، معلقة كبيرة ليمون، حط لها معلقة زبادي. هلأ نخلط كله مع بعض. هذا زيت لسه وصلنا من رام الله فريش. أدوق ثاني وصفة عندنا لليوم واللي هي المشروم المشوي. بالرغم من انه هاي الوصفة مش تقليدية بنسبة كبيرة ومش متعارف عليها بوطننا العربي، الا انه كتير كتير سهلة، والاهم انه طعمها خرافي لمدى بساطة تحضيرها. اول شيء رح نحتاج نعمله انه احنا نشوي المشروم. هلأ هون بس شويت المشروم ورح احطه بقلب هاي الخلطة اللي محضرها من قبل، واللي هي عبارة عن توم وليمون، زيت وملح وفلفل اسود. الصوص هذا بحد ذاته ممكن تعتبروه مقبلات، يعني اذا انتم بتحملوا طعم الثوم ممكن تغمسوه دايركت بالخبز، او ممكن نستخدمه حتى از دريسنج على سلطه، يعني استخداماته متعدده. ما احلى ريحه الليمون. طعمها تحفه. وبهيك بنكون وصلنا للثالث وصفة عنا اليوم واللي هي البافلو وينجز. خليني بالأول أورجيكم كيف تبلت أجنحة الدجاج. راح نبدأ بتوم وبندورة وبصل، راح نضيف لهم ملح، فلفل أسود، حب هان مطحون، بابريكا وبهارات دجاج، وراح نضيف لها الزيت لغاية ما يصير قوام الصوص خفيف. وهلأ بعد ما تبلنا أجنحة الدجاج عندنا طريقتين ممكن نطبخ فيهم هاي الوصفة. إذا احنا موجودين بالبيت ولا أسهل من هيك، بنرص كل الأجنحة بصينية، ندخلها على الفرن 25 دقيقة، بنطلعها بنحط عليها صوص البافلو اللي راح أخبركم بعد شوي كيف ممكن تحضروه، وبندخلها الفرن مرة تانية لمدة 5 دقائق عشان الأجنحة تتشرب الصوص والصوص نفسه شوي يتقل فيمسك على أجنحة الدجاج. أما إذا احنا برا فحبيت أورجيكم كيف بحضرها على الفحم بطريقة مميزة نوعا ما، فيديو قصير مدته 30 ثانية، شوفوه وبعديها رح أخبركم كيف بنحضر صوص البافلو. بتمنى المونتاج اللي عملته للبافلو وينجز يكون عجبكم. للأسف البافلو صوص فيه تفاصيل كتير ورح ياخذ منه وقت، فبالتالي أنا عملت لكم فيديو منفصل لصوص البافلو كمان عشان يكون أسهل عليكم أنكم ترجعوا له بأي وقت أنتم حابين تحضروا فيه. وهلأ رح أترككم مع الريفيو تبعي لأجنحة الدجاج. الوينجز، وما أدراكم ما الوينجز. هلأ طبعا بس تعملوا الوصفة رح تعرفوا أنا شو اللي عم بحكي عنه. هاي مش بس المقبلات المشوية المفضلة اللي عندي، هاي تكاد تكون الوصفة المفضلة بكل المشاوي عندي.
حلوة من السكر، شوية الحرقان تبع الفلفل. أنا طبعا مش عارف أوصف، أنا بس قاعد بحكي لكم الإنجريدينتس اللي فيها من قد ما هي زاكية، تعجز عن التعبير، لأنه عن جد هاي إشي كتير 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 خطير. خليتها للآخر لأني عارف أنه معظم الناس اللي داخلة تحضر الفيديو داخلة عشان هاي الوصفة من قد ما هي زاكية. بتمنى إن شاء الله أنه كل الوصفات اللي قدمت لكم إياها اليوم تكون عجبتكم. استنوني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. سلام.